بص بص يا اخي بشر في البورس بتاع الارتري وبعدين اصورها.
النوع الثاني من الاشعه بحث فيها ماده ريترو بيه وصورها يبان الكرسي بتاع الارتري، حاجه بنسميها انجيوجرام او انجيوجرافي او ارتيريوجرام، بحث جوه في الارتري. عايز اشوف الليمف فيسلز برضه بحث ماده في الليمف فيسلز. عايز اشوف الفيز وهكذا. قصد ان في ديفرنت تكنيكس مهم قوي بنستعملها عشان بتساعدني في التشخيص الصح عشان اعمل تريتمنت صح. احنا بنبدا بسالونا بنشوف احنا خدنا ايه في الابر واللي هو السورس. ففي عندي اكتر من ميثود بنستعملها. طبعا الكتاب اللي خدناه ده هيفضل معانا في اولى وثانيه، ولو في ثانيه. احنا خدنا ابر وخدنا لور وخدنا سورس. طب هنا احنا اخترنا كام صوره كده ممكن يكون لك في الامتحان، بنجيب لك الصوره والصوره طبعا عليها ليبلز دي، انت مش مطلوب منك تقول لي نوعها ايه؟ تقول لي ده كلينكس راي ولا ام ار اي ولا سي تي ولا ولا ولا. احنا بنحط لك الارقام اللي موجوده هنا ونقول لك لو سمحت قول لي هي 2 و4 و6 مثلا في الصوره دي هم دول. ما تكتبليش كل اللي على الصوره. يعني سي فيجر لما نشوف دلوقتي اكزامبلز كده في 10 علامات 10 ليبلز. في ناس منكم في الامتحان يا عم اكتبهم كلهم. لا اللي مطلوب منك بس تكتبهم. هيجي لك 2 سورس وبتين كده موجودين، في هنا 3 علامات، هنا في علامتين كلهم بخمس درجات. بحيث ان هم شويه بننشط دماغك كده. طبعا انت رايح طبعا انت دخلت كليه الطب وماشي بالبلطو وحاطط البلطو على كتفك وحاطط قرش وشماعه ورابطه على وسطك ورابطه على كتفك، وعمرك ما لبست البلطو حتى في السكاشن بتاعتك، ورينا بينشف عشان تلبس بلطو. طبعا الدكتور محمد فين ده في الكليه؟ في كليه الطب. طب الدكتوره ما اعرفش بسمه فين في كليه الطب؟ انت بقى في العماره ولا في البيت؟ واحد جارك بقى ابنه وقع ولا ابوه ماشي عمل له اشعه ولا حاجه ولا جده عمل له اشعه اي حاجه؟ والنبي الدكتور محمد ممكن يشوف الاشعه دي؟ الارتيكلر تارجت مش ده ما بيبانش عشان لونه اسود، فتلاقي كل العظمه الابيبس لوحدها والدايفس لوحده والابيبس لوحده تلاقي العظمه مكسوره فوق وتحت فوق وتحت. ما ينفعش. ولا لو جاب لك بقى سي تي وعارفين الصوره بتاع ستيل شكل، جاب لك اسود ده 4 افلام وكل صوره 16 فيلم وانت عمال تتفرج مش فاهم حاجه. والام ار اي تعمل ايه طبعا؟ تقلع عن اليوم اللي انت دخلت فيه الكليه. بس طبعا لا عادي جدا مش مشكله، مجرد بس ان انت تعرف ازاي تكومنت على هذه الصور مختلف الاسس بتاعتها. انت طبعا تقول له هو فين التقرير اللي مع الاشعه؟ يعني انت عشان ايه يجيب لك اشعه كده؟ وريك التقرير. قال يعني عشان نشوف التقرير ايه؟ كانت صح ولا ايه؟ ولا غلط؟ بعد الدراسه طبعا مش تاخد دايجنوزس وتقول لا ده في كذا كذا. في حاجات طبعا حاجات صعبه زي السونار، عارفين الالترا ساوند، واحد عامل سونار على الباطن، واحد ما اعرفش عامل دي على الارض ودي على الارض، دي حاجه صعبه شويه. انت بقى بتحاول كده لما انت خلاص لبستها وبقيت دكتور يبقى تتحمل ان انت دكتور من دلوقتي. مش فارق منك في سنه اولى سنه سبعه. مش دلوقتي في سنه اولى وانت لسه لا انا لسه متمرن، انا لسه في اولى واخد اخر كلام. طب دي مش كلام ولا ضغط طبعا ايه؟ نبدا مع بعض طبعا احنا في العملي بنشوف شويه حاجات في العملي. هنبدا بالقمر لام. وانا بشرح كده خد بالك في كمان صور كده هعدل فيها شويه. يعني انتوا طبعا في ارقام معينه جايه عليكم مش كل الكتاب. في كام صوره كده، في الصوره اللي خدناها وفي الصوره بنعدل فيها والصوره اللي هي دي بتسمع الكلام اللي بسمعه. المحاضره دي هي الاساس مش اللي موجود. ايه اللي موجود هنا؟ القمر لام. اول صوره عندي في القمر لام عباره عن ابيض واسود. لما يبان لي هنا حاجه ابيض وحاجه اسود طبعا دي كلينكس ري عاديه، اشهر نوع واسهل نوع واي حد بيعملها سهله جدا، واول طريقه من طرق الايه؟ الريديولوجي اللي اخترعوها دكتور عبد الصوفة حتى لو تعرفوا معايا. حاجه اسمها كلينكس ري. كلينكس ري ده بصور فيلم والعيال واقف فاكرين كده ووراه معرفش ايه ده والنيجاتيف ويتحمض ويشوف صوره ابيض واسود. الابيض العظم والاسود اي استراكشر تاني. ليه العظم بيطلع نوع ابيض عارفين يا شباب؟ عشان في ايه؟ في كالسيوم بيأبزورب الايه؟ اللي بتاع الريز بتاع الاكس ري. طب ايه اللي باين هنا؟ نفس الاوتلاين اللي احنا عارفينه، ايه اللي باين هنا؟ انا عندي هنا ملايين دي الهيومرس. والهيومرس عارف من فوق اهو زي ما شفناه في الاناتومي يا جماعه. الهيومرس عباره عن ايه من فوق دي؟
لكن زي بيخلص طبعا صوره زي دي بقول لك عليها 11 علامه. انا في الامتحان بقول لك لا، لو سمحت سي مثلا قول لي رقم 9 ورقم 3 ورقم 6 ايه؟ هتقول لي 9 كذا 3 كذا 6 كذا، ما تكتبليش كلهم. لو كتبت كلهم هنعمل اكس عليها كلها وكل واحد يبتزك. ايه اللي باين؟ طب ما تيجي نرميها مع بعض. انا جبت لك الاشعه دي في البيت يا عم، طلع هي ما فيهاش حاجه. احنا جايبين كل الصور دي نورمال مش ابنورمال، يعني ما فيهاش لا كسر ولا شرخ ولا ديسلوكيشن ولا ولا ولا. ايه اللي باين هنا؟ طب ما نشوف كده. ده الشادو بتاع الهيومرس. والهيومرس عارف راكبه من فوق مع العضله الثانيه اللي اسمها ايه؟ سكالي. ومن فوق هنا في عضله طالعه من فوق العضله، انا خدتها زمان دي اول عضله في حياتي خدتها اللي هي مين؟ الكلابي. طب ما دي بيلك سريع على الشولدر جوينت، بصورها من قدام. نسميها بوسترو انتيريو فيو او ماكرو بوستيريو فيو. اصوره من قدام اصوره من ورا. لان في منظر ثاني ممكن اصور من الجنب اسمه لاترال فيو. انا مش عايز تفاصيل دي، بس انا بقول الكلمتين دول عشان لو شفت اي صوره بره حد يوريها لك يبقى انت فاهم تشوف. ايه اللي باين هنا؟ ما تيجي نرسمها. ايه اللي باين؟ هنقول خمسه دي مين؟ ايه خمسه دي؟ دي الهيد اوف ذا هيومرس. طيب انا عارف الهيد اوف ذا هيومرس راكبه على حاجه في الاسكابيا اسمها ايه؟ الجلويد كاب شرطيه. والجلويد كاب هنا برضه بالاسكابيا، والاسكابيا باين هنا الشادو بتاعها، وده مين؟ اللاترال بوردر اوف ذا سكابيا. سهل قوي ده، كلام جميل قوي. وعارف هنا في جزء من السكابيلا هنا تحت الكلابيكل على طول، ادي الكلابيكل وادي الهند بتاعتها هنا اللاترال هند اوف ذا كلابيكل اسمها ايه يا اولاد؟ اكروميال هند. عشان راكبه مع مين؟ مع الاكروميال بروسيس بتاع مين؟ ادي الاكروميال بتاع السباين بتاع السكابيلا. امال مين اللي بيبروجيكت تحت الكلابيكل على طول؟ ممكن احس كده بتبقى الكوراكويد ايه؟ الكوراكويد بروسيس. امال مين الاثنين دي؟ ده الجوينت اللي ما بين الكلابيكل والاكروميال اللي اسمه ايه؟ اكروميال. جميلة أو سهلة أوي معايا. وعندي هنا عارف أنا عارف اليومرس من فوق في اثنين تيوبرتلز أوتيوبروستي الكبيرة موجودة لاترالي اللي هي الجريتر تيوبرتل أوتيوبروستي، والسبعة دي اللي هي قدام الليسر تيوبروستي، وبينهما جروف أناتوميكال عارفينه في العضل. بتوع الراديو لو ما درسوش أناتومي كويس ما يعرفش يقول أي كومنت على أي صورة. الأساس الأناتومي يعرفها كل حاجة معايا. تسعة دي مين؟ تسعة دي جروف اللي سميناه الباي سيميتال جروب او الانتر تيوبيركل. صورة سهلة قوي وهتدخل لكم اساس زي ما عارفين. يبقى دي بينكس راي انا هعلمك في الامتحان على ثلاثة او اثنين من هذه الليبلز كلها. في مشكلة يا شباب؟ ماشي حاجة. الثاني احنا قلنا سبعة الليسر ايه؟ تيوبروستي. ثمانية جريتر تيوبروستي. وتسعة الانتر تيوبيركل. انا عايز اقول الكومنت واربعه قلنا مين اربعه؟ هو في حاجه ولا حاجه في الكتاب؟ في لغه في الكتاب؟ بس عارف ترتيب والكلام ده بالطبع. كوراكول بروسيس وقلنا ايه 10 ده السباين. السباينس بروسيس هو السباين اللي احنا خدناه. ماشي ماشي معايا؟ يبقى احنا بنشوف هنا نفس الشادو بتاع العضله زي ما شفناه. ده برضه انذر تريننج سريع على الشولدر برضه نفس المنظر بس حاجه مختلفه شويه. اللي انا شايفها من فوق دي مالها تحت ادي الجلنويد كافيتي الهيد اوف ذا يومرس حلو قوي. ادي الجريتر تيوبروستي او التوبكل الليسر من قدام ومن فوق برضه باين هنا الكلابكل الشادو بتاعها. طبعا الليسر اللي باين ده بقى عباره عن مين يا اولاد؟ ده عباره عن الهواء اللي جوه ايه؟ اللي جوه اللانكس. وطبعا ده الشادو بتاع ايه؟ بتاع الريبس مالناش دعوه بيه دلوقتي. يبقى انا عندي هنا اللاترال بوردر اوف ذا سكابيلا تاني ومن فوق الكوراكويد بروسيس معايا. وقلنا اللاترال اند او الاكروميال اند وده الاكروميون. وطبعا هنا علمنا المره اللي فاتت على الشوت اللي هنا دكتور معلش ثلاثة صورة سهلة مفيهاش مشكلة. ثلاثة كانت إيه؟ إيه؟ ثلاثة 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 ده السيرجيكال نيك. ثلاثة لما كان مين يا ولاد ده؟ السيرجيكال نيك أوف ذا هيومرس اللي هو الجنكشن ما بين الأوفر إند وبين الإيه؟ أفتحوا المايك عشان سهلة مفيهاش مشكلة. برضه نزل جروب بس شايف بقى إيه؟ مش من ورا شايف اسمه أكسيل كده بالظبط. خد بالك فرق معايا الصور عشان أنا عايز أعرف في صور عليك وصور مش عليك ولو في حاجة حد يرجعها. فلينكس ري برضه اسمه أكسيل فيو. اللي شاف من هنا فردت ايدي كده شفت اليومرس وشفت الابر هيد بتاعها. ده الشاف ده السيرجيكال نيك ودي الجلويد كافيتي برضه ثلاثه والهيد اوف ذا يومرس واللاترال بوردر. تمام. وارجع من فوق هي مين ده؟ السباين والابرام شايفه من فوق. وبرضه باص على الكلابكل واللاترال هيد والابرومال هيد وباقي اللي من هنا برضه مين؟ كوراكويد ايه؟ كوراكويد بروسيس. انذر فيو لينكس ايه سهل جدا ابيض واسود. مفيش اي مشكله. كل واحد معاه كتاب؟ محدش جاب الكتاب ده ولا ايه؟ راجع معايا.
خلاص امشي معايا كده لان ده كده غيابك. صوره ثانيه مختلفه تماما. حاجه اسمها ام ار اي. فيجر 4 ده عليا اهو. ام ار اي ده اللي هو اشعه القنين المغناطيسي. ماجنتيك ريزونانت ايمج. بصور في جهاز وقد كده وحاجه يعني جامده جدا وعايز مبنى وقصه ثانيه. بصور كاني بشرح البني ادم بالظبط. بس بقى ايه صعب. بشوف المسلز، بشوف الجوينت، بشوف البونز، هذه الطريقه. انا في الامتحان اجيب لك صوره زي دي واقول لك اختار ارقام معينه. ايه اللي باين لي هنا انا برضه؟ باين لي هنا الجري الهيد بتاعت اليوكس. باين جدا. وباين هنا المسلز، الشادو بتاع المسلز ما كانش بيبان في الايه؟ الاكس راي. كان باين اسود مع كله. هنا الشادو بتاع المسلز باينه، السكين باين من بره. ادي هنا السكين، وهنا المسلز اللي موجوده من بره. مين العضله اللي موجوده على الكتف من بره؟ من على الكتف. الدلتويد مسلز موجوده هنا. الله. في عضله ثانيه التندون بتاعها فوق اللي هو يبرز من فوق دي سوبراسباينيتس. كله هناك. اللي هي نمره تسعه. تمام؟ واربعه مين؟ اربعه دي عباره عن الجلينويد ايه؟ الجلينويد كاب. في حته موجوده في الجلينويد كاب فاكرين؟ الجلينويد كاب بتاع شكشلو. والهيد بتاع اليوترس كبيره 4-5 اضعاف الحجم بتاعها. اكتر مفصل في الجسم يحصل فيه ديسلوكيشن مين؟ الشولدر جوينت. عشان كده ربنا خلى الريم او البوردر بتاع الجلوت كافيتي بيكون حواليه فايبر كارتج كده بوردر بسميه لابرام جيلينويدال. لابرام ايه؟ زي اللابرام اسي تاديولاري بتاعها عشان يخليها مور ديب عشان تقدر تستقبل الهيد بتاع اليوترس. معايا؟ هنا بلاقي هنا ده ايه؟ اللابرام جيلينويدال. هما بيسموها مثلا في الراديو مسميات مختلفة. خد بالك ساعات تلاقي الأنابل اللي بندرسه في تخصصات تانية بتسميه اسم تاني أو بتسميه صورة تانية بس مش هختلف. هنا بيسميه سوبيريور لابرام جيلوميدال انفيريور لابرام. أنا مش عايز كده. جاست لو أنت قلت لي لابرام جيلوميدال يبقى ده مش مفيش مشكلة. يا نمرة خمسة يا نمرة ستة. معايا يا شباب؟ خمسة ده أو ستة ده كل ده صورة لمين؟ للابرام جيلوميدال. يبقى دي صورة تانية موجودة على الشولدر جوينت بس واخدينها ايه؟ واخدينها ام ار اي. لاترال هند نمره واحد، لاترال هند موجوده هنا وفي الكلافيكل والاكروميوم باينه والاسود اللي بينهم ده اللي هو الشادو بتاع مين؟ الاكروميوم كلافيكولار جوينت برضه بشكل كده. دي الصوره اللي ام ار اي. طبعا الليفر ار اي ما بيبانليش صوره واحده كده بيجيبها لي، يجيب لي فيلم كبير كده ومليان 100 صوره لانه بيصور صور سكاشن سكاشن. السلطان اللي ايه؟ انا جايب هنا ارقام وهنا ارقام بس. معايا؟ كويس. واحد اكروميوم دي اتنين، واحد الاكروميوم تاني. معايا؟ وتسعة سوبرا سباينيتس. أربعة جلوي كارثي. خمسة اللابتر جلوي تاني. تمام؟ 10 تندون، ده التندون بتاعها هنا. دي الباصل اسمها سوبرا ايه؟ سباينيتس. سبعة ده على السيرجن كامليك. أنا مش عايز أسأل، مش عايز أسأل عشان أخلص. صوروا بعد اسأله بعدين، خلاص؟ أنا مش باصص من فوق ولا حاجة. ودي التلتويد إيه؟ التلتويد باصل. ده برضه هنزل إم آر أي بيكشر ده، ده برضه من فوق. أنا شايف هنا الهيد بتاع اليوترس. شايف هنا الليسرد والبروستي والليتر في البروستي وبينهم الجروب هنا باين الشكل بتاع اللي هو الهيتر في البرجر جروب. برضه برضه السكشن هنا هنا الاسكان اللي قطعها كده شايفها من فوق فباين هنا الشكل بتاعها وباين من قدام السب سكابيولاريس والسب سكابيولار بوست يعني السب سكابيولاريس ومن ورا الانفرا سباينيتس واخد البليد ده تحت. ايوه بس تحت الايه؟ عند الفصل اسمها انفرا سباينيتس مش عند السوبرا سباينيتس. وهنا برضه باين لي ادي الجلنويد كافيتي وده اللابرام جيلينج بتاعي. ثلاثه دي باينه هنا ما انا ممكن احط ثلاثه هنا بس هم هتكون مع بعض فهنا وهنا بس بيكملوا بعض مفيش مشكله. دي الجريتر كيوبروستي او جريتر جوينت. يبقى دي عباره عن صور على الشولدر جوينت يا اما تيليكس ري يا اما ام ار اي. هذه بتاعت شويه على الليك جوينت بعمل كلينكس ري على الليك جوينت هي اللي برضه هنا الاستراكشر. الليك جوينت عباره عن مين؟ من فوق عباره عن الهيومنز ومن تحت عباره عن التو بونز الازر الوان ريديوس والميديا اللي هي مين؟ الالما. وباين هنا الالما اطول من الريديوس طبعا وباين الايه؟ الاوليفيرون بروسيس وهي داخله في الاوليفيرون بوست نفس اللي احنا عارفينه. ايه اللي باين هنا؟ السته دي عباره عن الشارد بتاع الهيومنز. وزن تحت عندي اثنين ايبي كوندايلز اللاترال الواد تحت الريديس تحتها ريديس يبقى دي اللاترال ايبي كوندايل ودي الميديا ايبي كوندايل وتحت هنا الهيد اوف ريديس اللي عمال الجوينت
الجوينت وتحتها النك وفريتس سهل قوي. وعندي من هنا الارنا البروجيكشن اللي باين البروسيس بتاعها من ورا اللي هو الكوليبرمون بروسيس الارنا والفصه اللي داخله فيها الكوليبرمون الفصه وزيكو سهله للاكس راي ما فيهاش مشكله. ده من الاكس راي تاني لاترال فيو صورته بالجنب. اي واحد لما تيجي تصوره ما ينفعش فيو واحد عشان تقول تشخيص صح، لازم تاخد اكتر من فيو، يا اما انتروبستيريور يا بوستر وانتيريور يا اما لاترال فيو عشان اجمع الصورتين مع بعض واقول التشخيص صح. هنا باين برضه مين؟ برضه باين هنا ادي اليومرس وادي اللور هيد بتاعتها. طب مين اللي راكب هنا معاها؟ مين اللي راكب هنا؟ ده عباره عن مين؟ عباره عن الايه؟ الارض. وباين الارض هنا ادي الشاب الارض الناحيه الثانيه هنا باين الشاب بتاع الريتس. هيب فريديوس نيكو فريديوس وعندي في حته ظاهره هنا موجوده تحت النك حاجه اسمها ايه؟ الريديال ديوبروستي. اسمها ايه؟ سوري اسمها ايه؟ اسمها راديال ايه؟ البروستي اللي ماسك فيها مين؟ بايسبس. اللي ماسك فيها مين؟ بايسبس. اللي ماسك فيها البايسبس. طيب هنا طبعا الشاب باين هنا، الشاب هنا اوفرلاب من الاثنين بارس بتاعتك بتوع اليوكس اللي هم عباره عن مين؟ عاملين اوفرلاب مع بعض، يعني هنا لو شفت من قدام كنت بشوف التروبيا وايه؟ والكابيتشلا. هنا لو شفت من الجنب هي التروبيا دي رايحه مع مين؟ مع الارض. لا هنا دي التروبيا بنشوف في ارنا ودي التروبيا. اللاترال هنا مش باين جزء منه الشادو بتاع مين؟ بتاع الكابيتشولا اللي راكب مع الهيد بتاع الريديوس. معايا يا شباب؟ يبقى هيد ريديوس نيكو فريديوس الريديو تيوبروستي والشاف والوليفرون بروسيس من ورا وده التروبيا والكابيتشولا وبرلابك الاثنين مع بعض. صوره ثانيه واخدينها هنا برضه بس على الالبو جوينت ده ام ار اي. الصوره دي عندك في الكتاب ده اللي انا هزوده بقى عندك. الصوره دي عندك في الكتاب في صورتين واحده يمين واحده شمال، واحده عليها ارقام اللي هي دي والثانيه عليها ايه؟ الحروف دي. الحروف دي الغيها مش هجيبها لك، انا هجيب لك اللي عليها ارقام. طب انت عندك الصفحه دي ما عليهاش ارقام لانك هتكتب ورايا لو سمحت. يعني كل واحد في الصفحه دي هيكتب لان احنا في الامتحان هجيب لك نقول لك ايه الارقام دي هي مش عامله فهتكتبها في الصفحه من تحت لو سمحت. الارقام دي عباره عن ايه واسمها مش نمرة واحد دي عبارة عن مين؟ لما بص كده عبارة عن مين؟ دي الريديوس ودي الأرض. أربعة دي عبارة عن مين؟ اكتب أربعة عندك دي الهيجو فريديوس. دي مش موجودة عندك في الكتاب زودها لو سمحت الأرقام دي. الامتحان ممكن أجيب لك الصورة دي في الـ RI على الهيجو هقول لك الأرقام دي. يبقى أنا عندي دي الهيجو فريديوس. طيب ومين اللي راكب مع الهيجو فريديوس من فوق؟ عبارة عن الكابيتشر. يبقى ثلاثة عبارة عن مين يا شباب؟ الكابيتشر. هنا عندي الشادو الاسود ده عباره عن الليجامنتس بتوع الهيبو جوينت، الهيبو جوينت ده ودي اكس وهيج ويعمل فليكشن واكستنشن. الليجامنتس بتاعته موجوده ايه؟ اون بوث سايدز. واحد موجود ميديال وواحد موجود لاترال، واحد ارنا وواحده الايه؟ ريديال. يبقى عندي جنب الريديوس في جوينت او في ليجامنت سوري اسمه ايه؟ ريديال واللاترال ليجامنت. اسمه ايه؟ ريديال واللاترال ليجامنت. معايا؟ رقم كويس. ريديال واللاترال ليجامنت. معايا؟ الديلتا عباره عن مين؟ طبعا الديلتا متراحله شويه اقصد بيها اللي هو الكومن فليكسر الكومن ايه؟ اكستنسور ارشن. كومن ايه؟ اكستنسور ارشن اللي موجود هنا على الاقل الام ايه؟ والداي. ماشي؟ طب الناحيه الثانيه عباره عن مين؟ عباره عن مين يا شباب دي؟ عباره عن الهيد اوف ايه؟ الهيد سوري عباره عن مين؟ عباره عن الالما. الالما طبعا من قدام ممكن تقول الما معديها وممكن تقول بروسيس من قدام بتاع الالما اللي اسمه ايه؟ الكورونايد بروسيس. فوق الجزء ده من الهيومرس اللي راكب على الارض عارفين اللي هو ايه؟ التروبيا. يبقى تسع عليك كده عندك لو سمحت التروبيا. طب برضه نفس الكلام ميديال هنا في ليجامنت. الليجامنت اللي مال ايه؟ اللاج ده او اسمه شويه ده الليجامنت اللي موجود اللي اسمه الارنر او ميديال كولاترال ليجامنت. الارنر كولاترال ليجامنت هنا. برضه دي الميديال هيبوتون دايف وده الكومن فليكس اورجن. احنا عارفين الهيومرس بتاعه الاثنين هيبوتون دايف واحده من الثاني كومن فليكس اورجن والثاني من الثاني كومن اكستنسور اورجن. يبقى انا الصوره دي خد بالك معايا ممكن نجيبها هجيب لك اقول لك الارقام دي ومطلوب مني ايه؟ يا واحد يا اربعه يا خمسه يا ثلاثه يا سبعه ثمانيه نقعد نلعب بقى فيها شويه. دكتور ايه؟ الارقام عندهم كام؟ اربعه؟ قولهم تاني يا مسكين قولهم تاني خلاص؟ واحد ريديال كولاترال ليجامنت. بس يا دكتور ريديال كولاترال ليجامنت. دكتور مش دي تنفع على الكومن فليكسر اورشن؟ ريديال كولاترال ليجامنت. اثنين يا دكتور. ما اثنين لا. معايا؟ ريديوس.
أربعة هيد أوف ريديس. طبعا اكستنسور لارجن يمكن اللي انا بقوله صح. طب ايه كده؟ يا جماعه في ايه منقص؟ انا اقول واحد واحد ريديال كولاترال ليجا. اثنين كومن اكستنسور لارجن. ثلاثة كابيتولا. أربعة هيد ريديس. خمسة ألفا أو كورونال بروسيس أوف ألفا دي صح أو دي صح. ستة سيب ستة دي مكتوبة عندك ستريت بروسيس معايا. اكتب لي ستة هنا ريديال ألفا كولاترال ليجمنت. معايا؟ تسعة عشان بس إيه أنت التسعة كده اللي هي التروكيا. ثمانية ريديال كولاترال ليجمنت. سبعة كومن فليكس سوري ألفا كولاترال ليجمنت. سبعة كومن فليكس مش الكومن اكستنسور اورجن ليه يا ابني؟ ليه واحد مش الكومن اكستنسور اورجن؟ واحد يكتبها هي دي كلها ترمينال. اثنين كومن اكستنسور اورجن. طب يا دكتور معايا؟ اثنين انتهت عند هيد اوف ذا ريجن. يلا. مش قادر اقول لك. لو جالك الصوره دي. علي يا ده فيجر 17 عام. الصوره دي هتدلك. الصوره دي هتلغيها. معايا؟ مش عايزين الصوره دي مش عليا. يبقى فيك 17 ده مش عليا. خلاص فيجر 17 ده نلغيه مش هجيبه في الامتحان مش عايز تقف بعد كده بنزل على الريست الاقي هنا اتنين اكس راي عند الريست كلمه ليه؟ مش عايز كلام بلين اكس راي عند الريست بين اللور اند اوف ريديوس والقلنه عايز تقف اتكلم وبين هنا الكارب بونز لور اند اوف ريديوس لور اند اوف ارنا او الهيد اوف ارنا طبعا من تحت ستايلوت بروسيس ستايلوت بروسيس ريديوس وعند الكارب بونز ده البروكس من رول اللي احنا عارفينه وببدا من لاترال سكافويد ليونيت تراي ويترال وشايف الشادو المدور ده الارض ده الركبه فوق اللي هي البي سي فورم يبقى ستة ده ال الترايكويترال وسبعة ده الشادو بتاع مين؟ البيزي فور. ديستا الرو عبارة عن مين؟ عبارة عن ترابيسيان ترابيزويد أكبر كاربال بون الكابيتيت وآخر واحدة هنا فيهم فروم لاترال تو ميديا. لينكس ري عند الريست سهلة جدا ومفيهاش حاجة. ناخد صورة تانية. الصورة التانية وضعنا هنا عن الريست عارفين عند الريست عندي في اثنين ارتداج فليكسر واكستنسر وكاربال تانل من قدام وورا في سته وعارفين كل واحد عندي فيها ايه. هنا عندك صورتين موجودين ده فيج 22 الصوره اللي عليا ايه دي يا شباب؟ الصوره الثانيه عامل عليها اكس عندك في صورتين هنا في الكتاب الصوره فوق اللي هي دي الصوره الثانيه اللي تحت دي ايه الغيها مش هجيب منها ليبلز لو جبت لك ليبلز هجيبهم لك على طول. واحد واثنين وسبعة وثمانية وتسعة دول بس اللي عليا في هذه الصورة الثانية فيها شوية دي لخبطة واحد عبارة عن مين شايف الصورة مين العظمة دي مين العظمة دي واحد عبارة عن الألم أو اللور إند أوف ألم اثنين عبارة عن اللور إند أوف مين أوف ريديوس سبعة وثمانية لما أبص على المقطع ده سبعة وثمانية ده عبارة عن مين ألاقي هنا أنا هعمل الريست كده فشايف اللي فوق ده الدورسم وده اللي تحت الإيه؟ الفرونت او ده الفليكسور على ايدي كده واخد السكشن كده معايا فده هنا من تحت ده مجمع كده مع بعض دول المجموعه او الفليكسور تندونز اللونج فليكسور تندونز اللي بيعدوا قدام الريست في الضربه الطبيعيه المرة هنا طبعا لو شفت دول الاقي دي عباره عن الفليكسور الكلام والايه والسته اللي نازله منها وباين هنا في اثنين تندونز باينين سبعه ده اللي هو عباره عن مين؟ سبعه عباره عن الاكستنسور جيتورم وجنبيها 8 ده عشان برضه نلتزم بيهم الاكستنسور كارفي ايه الناس يبقى تاني لور اند الله لور اند ريجس اكستنسور ديشتورم اللي
موجودة في الفورس كومبارتمنت في البرين وجنبيها هنا الاكسنسور كارد ايه النارس من قدام هنا باين الشادو بتاع اللونج فليكسور تندونز اللي معدية قدام الكارب الأخر. الصورة بس اللي عليا هي دي التانية بالغين. هرجع تاني هنا بس هرجع مور ديستن منين الساعة الهاتف واحد ورق على ايده واحد ايده اتكسر واحد ايده التالت واحد داس على ايدك داس على رجلك تمام تعمل اشعة وتشوف صباعك في شمس هيبان في جسد هيبان في معرفش هنا في الجربة ايه هيبان باين جدا الالات اللي احنا خدناها الهاتف عبارة عن مين طبعا نبقى نفس الكلام سهل قوي لور اندوفريديوس لور اندوالنا ستايلوت بروسيسو فالنا ستايلوت بروسيسو فريديوس سهلة جدا نفس العرض اللي شفناه السافويد الناحياني ال ها ديونيت و ترايكويتا ترابيزيا ترابيزوي وكابيتيت وهمين دول الفايف بتتربل بونز طبعا عارفين في الهاند بعد الصوابع بعد بتتربل بونز منين من اللاترال للميديا بعد الصباع الكبير يبقى 12 تقصد مين الفيرست بتتربل بونز اللي هو بتاع الطاقة من السكن والثالث والفورس وهكذا هنا عندي الفينجرز كل فينجر عارفين عباره عن 3 فالانجيز واحد اسمه بروكسمال واحد اسمه ميدل واحد اسمه ديستال فالانس يبقى في بروكسمال فالانس وميدل وديستال فالانس ايه اللي باين عندي هنا ده البروكسمال فالانس بتاع الضم ايه اللي باين عندي هنا العظمه الصغيره دي السمويد بون السمويد بون في التندون بتاع الفليكسور بولش سكلوبس واحد من الاماكن اللي ممكن نلاقي فيها السمويد بونز عارفين السمويد بونز اللي احنا خدناهم البوني نيوتروز اللي مدفونه جوه التاشر واكبر واحده كلنا عارفين اللي هي مين؟ الباتيلا ساعات بتندس معينه زي الفليكسور بولش ستونجاس الاقي هنا بينها وبين الهيد بتاع الميتاكاربل بتاع الطم في عظمه صغيره كده سيزاموي. طيب ايه تاني الصوره دي؟ الصوره دي مش باين الابيض ولا اسود. ساعات قلت لك لما احرق الماده في الارضي هشوف الكورس بتاع الارضي ده. طب احنا عاملين حاجه اسمها انجيوجرام حققنا ماده ومشيت في المسار بتاع الارض ايه الارض ده؟ ده السبتليبين ارض السبتليبين ارضي طبعا السبتليبين ارضي هنا الاسطره هي دي لازم احط اسطره عارفين الاسطره؟ الاسطره دي عباره عن زي مكتوبه صغيره بحطها في الارض يا اما احرق ماده يا اما ما اعرفش اعمل بالون يا اما ايه اسباب كتير هنا بحط الاسطره واحد هنا في الارض السبتليبين ارضي يبقى مين؟ يبقى الاكسلري ارضي والاكسلري يبقى ايه؟ يبقى بريك الارض. ما بين اربعه وخمسه ايوه انا عارف ان الاكسلري ارضي ليه سيرد بار بيديني اثنين ارضز بيلف حوالين السيرد كابليك بابريك اللي هم مين؟ الانتيريور سيركمفلكس يوم الاثنين يوم الاربعه. خلاص؟ يبقى انا عندي هنا ماليش دعوه في اسم ده عباره عن ايه؟ انجيوجرام سب كليب ارضي عايز تقول الاكسلري ارتري السيركمفلكس يوبرا ارتريس في البوستيريور والانتيريور وفي الايه؟ في البريك الارتري. انتوا رايحين فين اللي ماشيين دول؟ حاضر ايه؟ دلوقتي؟ طيب
كده ممكن نقفل وخلاص. عندكم الليبلز وعندكم حاجات في الكتاب ده مش مكتوب في الكتاب. طب كلنا الملغي. طيب كلنا الحاجات اللي مش علينا كل الارقام موجوده عندك في الكتاب كده. السوركس بس هقول لك السوركس الصور اللي عليه هي دي مكتوبه. أيوة. المشكله الارقام اللي موجوده عليها بالارقام اللي على الكتاب. اللور ليفل برضه نفس الليفل اللي هي موجوده هي اللي هتجيب لنا اسئله. صور يا نفس الارقام اللي موجوده في الورقه. في ورقه عندكم بتعلم فيها الارقام. لا صور ده بالموبايل وانا مصور هنا. الصوره بس الارقام اللي عليكم. اوقف هنا وصور. فيجر ثلاثه. فيجر ثلاثه. فيجر سته. فيجر سبعه. فيجر 19 فيجر 21 فيجر 23 فيجر 24 ده اللي ملغي ولا اللي علينا؟ ده الصورة اللي علينا معايا من اللور ليفل. فيجر 18 عندك A و B و C. فيجر 15 A بس اللي مطلوبة منك. فيجر 18